ما تغوتش عليه، ما تغوتش عليه، نهضر معاك راه غير ربيك. صحابنا احبابنا السلام عليكم، جينا لكم بواحد الحلقه جديده عاوتاني، حلقه متميزه. هذه الحلقه هذه وهي ديال مول الحانوت. المهم ما نطولش عليكم بزاف باش ما نحرقوش المراحل. اول حاجه نبدا بها وهي الصلاه والسلام على سيدنا محمد، والناس اللي ما كيعجبهم هذا المحتوى اللي كنديروا عليهم غير يدعمونا بواحد لايك للفيديو وكومونتير واللي مال البارطاج. كنشكركم بزاف وفرجه ممتعه. جينا لكم اليوم بواحد الفيديو مع مال المستهلك. معنا اليوم سعيد صاحب محل ديال البيع والشراء او تبقالت. سي سعيد كنشكرك على الاستضافه ديالك لينا. شرفين تبارك الله اخويا سعيد. قول لي اخويا سعيد، بالنسبه احنا دابا على ابواب اقتراب اليوم العالمي للتدخين، شنو تقدر تقول لي على التدخين؟ الصراحه التدخين مضر للصحه. اييه هذا مضر في الصحه ومضر حتى في الجيب. المهم التدخين ما تنصحش به الشباب. شكرا بزاف على الملاحظه ديالك، ولكن اللي بان لي انت عندك فكره مزيانه على التدخين، يعني الناس اللي غيتدخنوا راه مضر بالصحه. ودابا ولاو الشباب اللي لاحظتي ولاو كيتعاطوهم التدخين، سيرتو الشباب دابا. نعم دابا الشباب ديال دابا بالخصوص تيبداو في التدخين سن مبكره، سيرتو دابا الدراري الصغار. دابا دوك الدراري الصغار دابا الا عندك شي دري صغير تقدر تبيع ليه الكارون؟ واش غدير ليه صغير؟ الا كان صغير لا ما يمكنش نبيع ليه الكارون، ولكن كاين الشباب دابا تلقى عندهم 16 عام تيبدا في التدخين. 16 عام راه خصو يمشي يقراو، ماشي يمشي للتدخين. الشباب تو اسمح لي اخويا تنصور شريك الله يرحمني والديك. السيد هذا عطيتي الكارو دابا؟ لا رجع عندي قال لي عطيتو الكارو. لا تنصور اخويا. الى جبت الله يخليك. السلام عليكم. لا دابا كاميرا لا شباب نظرت عليك. خويا الله يرحمني والديك تنهضر معاك. عاد مشيت الكارو شريك. واش بينكم وبين هذا السيد تعطي الكارو؟ لا ما بعتش لها انا. انت راجل زعما باينه في عقلك ودريويش. خويا خويا الله يرحم الوالدين، كوني معاه ولا ما معاه. خويا الله يرحم الوالدين، واش انت اللي بعتي لهذا السيد الكارو؟ لا ما شفتوش كاع انا هذا السيد. الله يرحم الوالدين، حنا كاين كاع ما جاش. الله يرحم، واش كون مول الحانوت فيكم واش انت ولا هو؟ انا هو مول الحانوت، ولكن السيد ما جاش عندي. هذا السيد اخويا راك بعتي له الكارو. لا ما جاش عندي كاع. إذا كان تعجبك هذا النوع ديال المحتوى ما عليك غير دعمنا بواحد لايك للفيديو وكومونتير واللي مال البارطاج، وشكرا لكم بزاف. خويا تعرفيني؟ ما بلاتي يا حسن اخويا. انا دابا كنتفاهم حنا نفوتو حدا، الا كان شي مفاهمه نفوتو وحده من هي كاع معايا. هذا السيد واش بعتي لي الكارو اخويا؟ ما شفتوش انا. غتنعاود ناكد عليك واش السيد دابا عليك الكارو؟ لا ما هو تيقول لي باه عليا اخويا. واش انت قد كنت تبيع لهذا السيد قاسم؟ لا شوف غتصنطي انا السيد ما بعتش. تنهضر معاك اخويا، راه ما غاديش يجي عندي ويقول لي شيت من عندو الكارو هذا السيد هذا تبيعي انت هذا قاصر. واش هذيك من الكارو خويا؟ اسمح لي هذا السيد هذيك من الكارو. لا ما يمكنش الكارو. اسمح لي دابا انت خويا واحد دفعتي ودفعتي انا غنفاعل وغنفوت شي حاجه غندير الشوه انا هنا. باش غندير الشوه على السيد هذا دير تبيع لي الكارو قاصر هذا تبيع لي الكارو طاحت هنا تروج الاطفال صغار. راه غنخرج ونغوت انا هنا. لا ما تغوش انا ما بيعش ليها الكارو انا ما شفتوش كاع السيد. لا ما تغوش انا ما بيعش ليها الكارو انا ما شفتوش كاع السيد. لا ما تغوش انا ما بيعش ليها الكارو انا ما شفتوش كاع السيد. لا بعتي ليها خويا الكارو. لا نسولو. لا اجاوب الشباب. السيد اخويا ما كاين ما تسولي. هذا السيد هذا باع لي الكارو. فوقاش شريت عندي؟ قبيله ما غيكتب عليا. فين شتك انا كاع؟ فين شتك انا كاع؟ فين شتك انا كاع؟ ما تغوتش عليه. السيد هذاك الدري ماشي ديال الكارو. هذاك السيد هذاك الدري ماشي ديال الكارو. انت ما قلتيها ماشي ديال الكارو. واش حاطين الكارو؟ ما عرفتيش الكارو السيد. ما جاش عندي. تعاود لك التربيه العربيه تعرف السيد. ما جاش عندي. تعاود لك التربيه العربيه تعرف السيد. ما جاش عندي. تعاود لك التربيه العربيه تعرف. وانا خصني تعاود لي. تنهضر معاك اخويا. اش تهضر معايا انت؟ راه عارف هذاك. علاش ربكي؟ اش مزيان على هذاك الشيء. على هذاك الشيء اللي درتو هذا المسلسل انا عجبني. انا خصني نهز نساب. وراه انا ما انت انا راه فهمت انا المسلسل راه بغيت نخليها واحد ما جاش عندي. خويا سعيد نشكرك بزاف راه عزيز عندنا وجينا نضحكوا معك ودرنا الكاميرا خفيه مسموح دوز معنا. مرحبا. شي كلمه تقولها في حقنا المشاهدين؟ ايوا المهم تنصي الشباب يبعدوا على التدخين بخصوصا الدراري الصغار. راه كاين دابا كيجيو عندي الشباب ديال 16 عام ما خصوش يجي كمل كارو تيجيو عندي تنشوفهم. ولكن تنقول الله يهدي الشباب، حاول تبدا الدراسه ديالو
احسن ليه. ما راه الكارو داك وما الكارو التدخين بصفه عامه راه ما فيه شي حاجه اللي فيها مضره للصحه وفي الجيب. الله يحفظك اخويا سعيد، نشكرك بزاف. اسمح لينا، تبارك الله اخويا، سمح لينا بزاف، شكرا بزاف.